هاي كثير منا بيقضوا معدل 8 ساعات على المكتب قدام شاشة كمبيوتر لمدة 5 أيام بالأسبوع، لهيك لازم نفكر بالمحافظة على صحتنا خلال دوام العمل. لازم ننتبه على السناكس الموجودة على المكاتب لأنها ممكن تزيد ميات من الكالوريز على نظامنا الغذائي. مهم كمان نشرب حوالي 2 لتر مي بالنهار، ومن الأفضل نحط قنينة مي حدنا لنضل نتذكر. تمارين الرياضية البسيطة ممكن تكون مفيدة مثل تمشي صغيرة واستعمال الدرج بدل الأسانسور. هالتمارين مش بس بتحرق كالوريز وإنما بتساعد الجسم كمان على التخلص من ستريس واستعادة الحيوية. الغداء الصحي مهم كتير، وتقسيم الوجبات كمان لما تحسوا بالتعب. تنشن نيك سيندروم هو عارض بيصير لما الكتاف والرقبة بيضلون بوضعية مش سليمة لوقت طويل، خاصة إذا كنا عم نشتغل على الكمبيوتر أو عم نحكي على التليفون. لهيك من الأفضل استعمال هيدفونز والانتباه لوضعية الجسم. مين قال إنه الفرص مهمة كتير للصحة للمناعة ولتحسين أدائنا بالشغل؟ أنا قال بشوفكم بكرة.